الله يحبك الأستاذ. السؤال الثاني: ما هو الجن؟ وهل هم ملائكة؟ ونحن نعرف أن الملائكة هي أجسام نورانية قادرة على تصور بالصور الجميلة. وهل يستطيع الإنسان أن يستعير قوة الجن حتى يؤثر بها على غيره، أو يجعل مثلا إنسان ما مثلا يعمل عمل خاص؟ أنا ما أفكر عندي في أمر كافي، لكن في حاجة فضادهم رهبهم، في حاجة أن الوجود كان كل وحدة. مثلا أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هذا الوجود الحسي. الوجود الروحاني كان وحدة. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هو لما أمر بالسجود كان ملك مع الملائكة، حتى يقولوا كان أعبد الملائكة، لكن كان عبادته فيها خطأ، هو بيعبد نفسه في الحقيقة. حتى نحن العباد عندنا بالصورة دي، الواحد يعمل أعمال عايز بها سمعة، عايز بها رياء، هيد عبادة لنفسه وما عارفة في الآخر ما تجيب نتيجة. إبليس كان مع نفسه طوالي، لكن عابد عبادة شديدة جدا. لما أمر بالسجود لآدم، لأن نفسه كبيرة في حالته كان بيعبد فيها دائما، قام سخط على الأمر ده، ولفت على آدم أن يكون هو مكان السجود، وقال أنا خير منه، هذا يبليه له، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فقام ذلة، ده حصل الانفتاق. بعد ما كان ملك ضل ففسق عن أمر ربي، يعني عصى، ده يبليه. بقت الحكاية انفتقت من الملائكة النورانيين إلى الملائكة الظلمانيين اللي هم إبليس وقبيله. إبليس نصف الشياطين، والشياطين نصفهم الجن. إبليس والشياطين ما فيهم مهتدين، ما فيهم مسلمين، لكن الجن فيهم مسلمين وفيهم كفار، فيهم الأديان كلها كمان الجن. هنا الإنسان الذي يخالط بالجن بطبيعة الحال حياته بتكون مؤوفة، يعني بتكون خلاص عقله ذهب. وفي الإنسان الذي يخالط بالملك، الإنسان العاشق لله كأنه متعلق وعقله خوضة، ما في ده نسميه مجذوب، وفي يسمى ده مجذوب، وذاك مجنون المخالط بالأنواع بالأرواح الظلمانية. ومن عمله ومن أخلاقه ومن ملاقاتك له أنت عارفه. هنا في بعض العباد يسيطر على الجن بأسماء معينة ويستطيع أن يستعين بهم، يسموه خدام. والصورة جاية من الوراثة السليمانية، سيدنا سليمان ربنا سخر له الجن. في بعض العباد بأسماء معينة يسخر الجن. الجن منهم النورانيين المسلمين، ومنهم الظلمانيين الكفار والمجوس، وحسب الوضع ده يجي الشر للمسيطر عليهم. الخدام من الجن السفلي يسرقوا لك حاجات الناس الثانيين، والخدام من الأرواح من الشياطين المسلمين يجيبوا لك من جهة ما فيها ضرر مباشر للناس، لكن فيها ضرر لك انت، لأنك بتكتسب بدون طريق الشرع المعمول، يجيك مال بدون خدمة. هنا في نوع من تسخير الخدم ده لضرر الناس برضه. في الناس اللي يسخروا الجن ليعوض واحد تاني. وانا الحقيقة برضو السؤال ده قاعد دائما يهمني كثير، حتى لو مشيت لواحد من اخواننا اللي عنده سيطرة على الموضوع ده بعالج الجن، وقال لي نحن بنعالج الجن بنوع من المعاهدة بيننا وبين ملوكهم. وحكى لي حكاية، قال لي انه مثلا مرة من المرات واحدة من البنات كانت بتتكلم عن الزار وعن الجن والفكي، وان النسوان بيمشى للفقر اللي يعزلوا لهم من امثال فلان وفلان. قالته في الاذاعة ذكرت اسمنا. هاي قال انا زعجت جدا في الحكاية دي. بعدين جاءوا شيطان من شياطين وقوم سيخر عليهم، قال لي اعمل لها اي حاجة انت عايزة. انا قال لي انا ممكن اعمل لها اي حاجة انت عايزة. قال له اعمل لها حاجة تحوج لنا لكن ما تضرها. قال لي مشى وعمل حاجة غريبة جدا، انها بقت تطلع منها ريحة كريهة جدا، اذا جاءت داخلة على زوجها زوجها يمرق، واذا جاء زوجها داخل عليها يرجع. فقال مشت لمحلات كثيرة منها من الضبان،
وحامت محلته كلها لغاية ما احتاجه جات وجات منها. قال انا ذكرت هذا الكلام ده ووقفت منها. تلخى الأستاذ محمود طبعا يعني من علماء الصوفية الضالعين في هذا العلم، والتصوف طبعا معروف انه عمل روحي في جله او كله، وفي العصر الحديث ده وفي الايام الاخيرة ظهرت مسألة استحضار الارواح، والمسألة دي فعلا شغلت الرأي العام في الشرق العربي بالذات وتقريبا في كل العالم. والله لو اسمعنا شيء في الموضوع ده ربما يكون مفيد للإخوان. نحن عندنا الحقيقة برضو صلة بسيطة كانت بيه في تحضير الأرواح بصورة موسعة في الخرطوم بحري عند جماعة اسمه إخوان الصفا، وإخوان الصفا بيشتغلوا برضو بالسبب تحضر فيه روح وتكتب. أنا شفت الكتابات دي لأنه عندي اثنين من أبناء عمي متصلين بالمسألة دي، واحد منهم دائما لما نمشي يجيب لي الكتابات دي. فقالوا هم بيحضروا أرواح مشايخ أكثر من يحضر عندهم الإمام الغزالي، لكن يحضر عندهم الشغالي بالله ويحضر عندهم واحد من الناس الثانيين حسب حالته، لكن أكثر من يحضر الغزالي. وبعدين بتجي انت داخل عليه في ضميرك مثلا بيقول اهلا ابننا فلان، اكتب الحكاية دي. بعدين انت تقوم في ضميرك تشتكي من حياتك ما يعني ميسرة ورزقك كده متعسر وكده، يقول لك اصبر ان شاء الله امورك تتيسر، تلقى الكتابة والصور دي. وبعدين تكون في ترجمة كثيرة كده يعني رموز مكتوبة في الوضع ده. بعدين انا مشيت معهم في الحكاية دي كثير، فبالقياس بالتصوف ان الكلام ده ضلال. التصوف أصل مكافأة، وكأن من العهد النبوي البيعة بالصورة دي كتنازلوها الصوفية يعني صاغر عن كابر، خلف عن سلف، وما عندهم بالمرة فرصة لأن أنت تأخذ العهد إلا بأن تضع كفك فيك الخليفة. إذا كان أنت قادر، الناس الأولانيين الوضع وكفهم فيك، فشعب القدر الجيلاني أخذوا البيعة بالصورة والمراسيم المعينة وعبدوا، بعدين خليفة عن خليفة عن خليفة لغاية ما تجي أنت تلقى الوضع ده. لكن ما ممكن بغير كده، حتى عندهم أن ما بيأخذ بالطريقة دي، يقول ما عنده شيخ، شيخ الشيطان. والحكم في التصوف أن النفس محتاجة لترسى للجسد، النفس ما ممكن تعبر عبر الفضة كده لتعرف المعارف، إلا المعارف الممثلة كمالاتها في الإنسان. وده السر عندهم في أنه الناس نحتوا تماثيل للآلهة وأصنام، ما ممكن التجريب النفس لأنها إدراكاتها بالحواس عايزة المجسد، ولذلك اشترطوا أن يكون الشيخ مجسد وتخط يدك في يده. بعدين فعلا لما تمشي في الخلوة وتعبد يكون في حالة من الهيام وحالة من التعلم والفراغ الداخلي وخوف، ما تطمئن إلا إذا جيت للشيخ وقعدت قدامه برسيك جسد المحسوس قدامك ده، يرسيك للأرض ويطرد منك الخوف ويطمنك. عند الصوفية ما في حكاية اسمها الأرواح والصورة. بعدين ما يدريك أنه اللي يقول أنا مثلا الشيخ الغزالي هو شيطان من الشياطين. واحد من الجماعة قال لي أنه حضر أرواح بالصورة دي، وبعدين قال لهم أنه هو السيد علي، حضر السيد علي. بعدين قال له أنت كنت تعمل بمصلحة السودان؟ قال له لا. دي أنت تسأل من أسئلة ويجاوبك، يقول لك صلي، يقول لك صوم، يقول لك اقرأ القرآن، الروح بالصورة دي. لكن تسأل عن واحد من الناس يكون عنده مقام زي المقامات دي، يقول لك أنه أنا ما كنت بعمل لمصلحة السودان. تقوم أنت وفي نفسك شك، أنت كشاب مثلا تقوم تشك في السيد علي ويسوء ظنك به، ده ضلال. فكونوا هم بيجوا عشان ما يقولوا أنه صلوا واذكروا واقروا القرآن، ده طريقة الضلال ذاته عشان يكسبوا ثقتك، ثم يجسوا لك حاجة بسيطة زي دي تقوم في هوى نفسك وتمشي معاها ويحصل الإضلال. فما في بالمرة تحضير الأرواح لا يمكن أن يكون هداية،
بل نحن لو جاءنا جبريل هنا ما مأمورين أن نأخذ منه، نأخذ من محمد، لأن محمد المرشح لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعدين الورثة المحمدين لا إله إلا الله محمد رسول الله الجيلان ولي الله، جاءت الصورة بالتدريج، وده هو طريق السلام. لكن تحضير الأرواح بلال عند الصوفية ما فيه شك إطلاقا، وأن الوجود ده مليء بالأرواح المضلة، وكونها ما بتقول لنا أكفر بالله ده مش معناها أن هذه هي، لأنه من طريق الضلال أن تكسب ثقتنا في أن تأمرنا بما نقبله لتجسلين الحاجة البسيطة النظرة فيها بعد، أو زي أن يسوء ظنك بالسيد علي، والسيد علي من كبار الأولياء، لكن هو لما يقول لك أنت السيد علي جاء، وأنا قلت للشبان اللي أخذ حاضرين قلت له لما حصل الموضوع ده ما ساء ظنكم بالسيد علي؟ قالوا طوالي هاي، لأنه في نزاع السياسة في ناس بيفتكروا أن السيد علي مخلص لمصر ومخلص للسودان، ودي يلقى في هوى نفسه، والسيد علي ولي وكامل دخل أصد ضلال، ده شر. فما في كلام فيه تحضير الرواح ضلال ما فيه شك، وطريق الدين ده بس بالمكافأة، والصوفية حريصين على ده شد الفرق. بعدين نحن في الحقيقة كتبنا الموضوع ده في أسئلة وأجيب الكتاب الثاني، وفعلا احنا عمل اثنين، واحد خلص من مرة وقال لي والله يعني زي كنت نايم، وفعلا احنا عمل اثنين، واحد خلص من مرة وقال لي والله يعني زي كنت نايم زمان، والثاني استرخى شوية من شدة معاون ولكن ما يصير يعني تخلص منه.